يا سلام على الأبهة والكلاس، دخلنا كتبهر ما عندي ما نقول. بلاش كان عندكم فضول تكتشفوا العرض ديال اليوم، حتى أنا معكم. راه قالوا اللي ما شريت نزه. إذا كنتي جديد في القناة شارك، دير أبوني وتفاعل باش توصل بآخر الشقق المعروضة للبيع في مدينة مكناس. وكنرحب بكم وكنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في البحث ديالكم. يلا خلونا نكتشفوا العرض ديالهم، مشينا على بركة الله. السلام عليكم، كنتواجدوا في حي كاميليا وبالضبط بالقرب من شارع محمد السادس. ايه قرب لشارع محمد السادس، اختارينا لكم الموقع اللي ما غاديش تندموا عليه سواء قررتوا تسكنوا ولا تستثمروا في هاد الشقق. العمارة كتشوف الشارع دوبل فوا، يعني كتقطع الشارع ديالها مع الشارع ديال محمد السادس، فالموقع استراتيجي 100%. وكتكون هاد العمارة هذه من 7 طوابق. هاد الشقة اللي غنعرضو لكم دابا هي شقة المساحة ديالها 100 متر كاري، وهي كتكون من صالون كما كتشوفوا فينيسيون ديز هاد الكلام، صالون طويل اون فاس ديالو واحد الطابلو من الخشب اللي خاص بلاتيري، يعني جبت التلفازة والسقا. وكتلاحظوا في الصالة ديال الدار تبارك الله مقادة مريقلة، عندك هذه الكوزينة وعندك الغرف دايرين عليك كتشوفهم بواحد الطريقة اللي زعما دويرة ما فيهاش الدورات بزاف ولا الزناقي، كتحس باللي راك داخل دويرة مريقلة في صالتها. وكتضم 3 غرف هاد الشقة هادي. الشقة الغرفة الأولى هي هادي، كتوفر على أن بالكون كما كتشوفوا الفينيسيو ديالها الصباغة ديال بلاتينيا، الأرضية ديال واحد لي زليج اللي كيشبه الباركي كما العادة، هذا ولاو تيديروه بزاف، والبلافون راه فيه لي سبوت ونقبس. النوعية ديال الخشب هي نوعية ممتازة، لي بوني ديال البيبان حتى هما بوني قاسحين اللي ما يتهرش ويصبر مدة طويلة. هادي عندك الغرفة الثانية، شوف الترجم مريقل جاي فلوست، بيت مقادة ما فيها لا بيليا خارجة لا حتى حاجة مريقلة. البلافون كيما العادة راه ديما القبس ولي سبوت كيكونوا في البلافون. الأناقة الصراحة في هاد الشقة هادي، و 100 متر راه كبيرة تبارك الله. هذه الغرفة الثالثة، الغرفة الثالثة اللي خاصة بلي بارون، فيها هاد الزخرفة ديال القبس، وفيها ان بلاكار، وفيها حمام ديال لي بارون خاص بهم. وكتشوفوا البلاكار ديالنا كيفاش داير، يعني مغلف من الداخل مقسم، راه بزاف ديال الشقق غتدخلوا ليهم غتلقاو البلاكار ما مغلف ما مقسم ما حتى حاجه، وحتى النوعيه ديال الام دي اف نوعيه رديئه جدا، ولكن هذا المقاول هذا اختار ان بون شوا في هادشي ديال هادشي ديال الخشب، لا في البيبان لا في سميتو لا في هاد البلاكار هذا. والغرفه تبارك الله راه كبيره. من بعد عندنا حمام ديال لافامي هو هذا اللي كيتكون من افابو ولا شاس وديك لا دوش، والمريره راك في بلاصتو، يعني كلشي محطوط في بلاصتو، واسع تبارك الله، المساحه ديالو واسعه وكبيره تبارك الله. اما بالنسبه للثمن فهو 56 مليون قابله للنقاش، والحاج اللي عمره سلعة راه سي اون بيرسون جينيروز اللي تفاهم وزعما ما يخسرش ان شاء الله يكون خير، الثمن مازال ينقص ان شاء الله. عندنا هذه الكوزينه ديالنا، كوزينه بالبلاكارات ديالها بالبلافون بلا بلاك بلا هورت مراكبين في بلاصتهم، والكوزينه فيها ان لافابو اللي كيشوف لديك لا فونيتر اللي كتشوف حتى هي بدورها سميتو لهذا البالكو هذا. انت عندك حتى الفور عندك راه انستالي تما في بلاصتو، الروبيني ها هو داك، الزليج والرخام راسي دو كاليتي، يعني تبارك الله الكوزينه كامله ما خصها والو، البلاصه ديال لا ماشينا لافي راه كاينه تمايا، فما خص الكوزينه والو تقريبا ما خصها والو. خليكم معايا حيت مازال غنعرضوا لكم نموذج ثاني، يعني في صاله مختلفه، الشقه في نفس العماره
ولكن قبل فضلا وماشي امرا نديروا لنا واحد جيم وبارطاج باش تخليوا هذه القناه تستمر، وان شاء الله نديروا مجهود اكثر باش نساعدكم. كانت هذه هي الشقه الاولى، وكما قلت فصلتها تبارك الله ناضيه، والصالون الفخامه نعمس صالون تبارك الله طويل تبارك الله وعريض مريقل. هذه الشقه الثانيه المساحه ديالها 125 متر كاري، وكتكون من صالون سيجور وثلاثه ديال الغرف ومطبخ وجوج حمامات. كما كتلاحظوا الفينيسيو ديالها مزيانه تبارك الله، كارلاج تزليج ديال 60 ماشي ديال 40، الصباغه ديال بلاتينيا توجور، لا الكاليتي ديال الالومنيوم ديال الشراجم حتى هو سي دو بون كاليتي، والصالون كبير تبارك الله. وهذا شيء طبيعي، راه كنهضروا على مساحه ديال 125 متر كاري، يعني الفرق ما بين الشقه الاولى والثانيه هو 25 متر كاري. اسالش إذن عندنا في المنفاس ديال الصالون عندنا هاد لو سيجور، هذا سيجور كبير بزاف، ما صراحه ما تسميه سيجور، سميه هو صالون دوزيام صالون. المنفاس ديالو هاد الطابلو هذا ام دي اف، كاليتي ديالو مزيانه، يعني جبت التلفازه ديال كل السقات مبايا. كتلاحظوا لي سبوت كي دايرين قبس مودرن، يعني بلافون بالقبس مودرن. وعندنا في هذه الشقه كذلك ثلاثه ديال الغرف. الغرفه الاولى ديال لي بارون هي هذه، كتوفر على ان بلاكار، وفيها كذلك نافذه وبالكون. ها انتم هاد الزواقه ديال القبس، حيت هذه غرفه ديال لي بارون كبيره ما شاء الله، مساحه كبيره ماشي تهز هذه اللي وتهز كاع دوك لي زاكسيسوار ديال بيت النعاس، وتدار فيها حتى بيرو، كاين ان اسباس بوغ لو بيرو، يعني تبارك الله كبيره. ها البالكون كذلك، وهاد الشقه هذه كتطلع للواجهه كما قلنا ديال الشارع ديال الدوبل فوا. تخزان ديال الملابس كذلك اللي مقسمه ومغلفه من الداخل تبارك الله كبيره. وعند هذه الغرفه كذلك عندها واحد الحمام، حمام خاص بلي بارون. هانتوما شوفوا الكاليتي ديال الام تي اف، كلشي مقسم كلشي مغلف من الداخل، وفيهم حتى المجوره بلاكار فيه حتى المجوره. هذا الحمام ديال لي بارون كبير حتى هو كافي سويزو، فيه لا دوش وفيه لافابو. انا الصراحه هذا السيجور هذا كنفضل ما يكونش هذا الكونطوار، هذا هو تدار الغرض منه على اساس انه يكون سيباراتور ويعزل هذا السيجور ولا يبينو بحال انه دوزيام صالون، ولكن كنشوف باللي لو كان ما كانش حسن، لان غيخليك ملي تدخل غتشوف الدار كامله واسعه تبان لك كبيره، يعني ما تحسش بان راه غادي تكون مضيقه، وهي راه ما مضيقهش، راه كبيره، المساحه 125 متر كار يعني كبيره، ولكن الدخله ملي كتدخل تقدر يكون عندك هذاك سميتو ديال الاحساس بان راه مضيقه وهي ما مضيقاش. المهم هذه الدوزيام شومبر كما شفتوا في الصاله ديالها، كارلاج حتى هو كيشبه الزليج ديال الباركي ديال كيشبه باردون الباركي. وعندك هذا الحمام ديال العائله، حمام كبير بها لا دوش لا شاس ولا فابو، حتى هاد لي زيليمون لا كاليتي ديالهم سي دي بخومي كاليتي. المري كذلك راه مركب انستالي. نذكر بالمعلومات ديال هاد الشقة هادي، المساحة ديالها 125 متر كاري، كتكون من ثلاثة ديال الغرف جوج حمامات صالون
ثلاثة ديال بيوتها. أما بالنسبة للثمن ديالها فهو 65 مليون قابلة للنقاش، 650 ميل نيغوسيابل. هذه الغرفة الثالثة كما كتلاحظوا غرفة مربعة بتسعة باش النافذة ديال التهوية ديالها. فاللي بغى يسكن ولا يستثمر في العقار ما يضيعش هذه الفرصة هذه ديال 2023، لأن من سنة ابتداء من 2024 الثمن راه غيتغير كون الحكومة قررت أنها ترفع هذا الشيء ديال الكريديات وتزيد الدعم حتى الأبناء كيدعموا الكريديات ويسهلوهم أكثر، فالطلب غادي يكون مرتفع على العرض. فاللي بغى يستغل الفرصة هذه هي الوجبة. هذه هي الكويزين ديالنا، الكويزين ديالنا اللي بيان كيبي، بلاكارات الفوق والتحت، عندها لابلاك، عندها لهوت، عندها الفور، بلاكار ديال التحت فيهم مجورة، والفيونس تبارك الله ديال الكوزينة طالعه حتى للسقف. عندك البلاصة ديال الماشينة لافي كاينة، البلاصة ديال التلاجة كاينة، كل شيء كاين. انا اللي عجبني في هاد الشقه هادي هو الفينيسيو ديالها ولا كاليتي ديال المواد البناء اللي مستعمله، فريمون سي توب. يعني الخشب الام دي اي في الالومنيوم كل شيء سي دو كاليتي، وهادي واحد النقطه اللي مميزه جدا. زيد عليها هاد العماره هادي راه جات في واحد الموقع الصراحه راه بايعه راسها براسها، محتاجاش لشي حاجه. اذا كان هذا هو العرض ديال اليوم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي مهتمين وضغطوا على داك الزر ديال جيم 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 جيم. راه عندي احصائيه كتقول في اليوتيوب بان الذكور هما اللي كيبركوا جيم اكثر من الاناث. الاناث زعما سقرامين ولا شنو؟ كنضحك معكم. يلا تحياتي، احبكم في الله، السلام تهلاو.